الطفل ميسرة محمود، طبعا ابن الصعيد المصري الذي كان حديث الصحف والإعلام النمساوي في شهر أبريل، فاز بلقب شخصية العام في النمسا لعام 2020 كمكافأة له على المبادرة التي قام بها لمساعدة كبار السن في فيينا للحصول على كافة احتياجاتهم دون الخروج من المنزل خوفا من إصابتهم بعدوى فيروس كورونا. وقام رئيس الوزراء النمساوي بتسليم درع الجائزة في احتفال أقيم في العاصمة. ومعنا من النمسا الطفل المصري ميسرة محمود والحائز على لقب شخصية العام في النمسا. صباح الخير ميسرة، ونقول لك ألف ألف مبروك. ألف مبروك يا ميسرة. شكرا 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 شكرا. نبغى أنا نعرف، فخور جدا ينفع أبقى معاكم هنا في البرنامج. وإحنا مبسوطين أنك معانا اليوم. نبغى نعرف أكثر منك يا ميسرة على تفاصيل طبعا. يعني نبغى نعرف كيف عرفت عن الفوز، كيف ردود الأفعال، يعني حكينا شوية عن الفوز. يعني لما هم قالوا لنا اللي احنا ترشحنا في الاوستريا جالا 2020، يعني للشخص الشخص العام 2020 هنا في النمسا كلها، طبعا احنا كنا اوكي ده موضوع كبير جدا، لازم ناخد التصويت ولازم نخلي ناس كتيره تعمل فوت. بعد كده الشهر ده عملنا كل يوم قلنا لكل الناس اللي بنعرفها لو سمحت اعملوا لينا فوت، اعملوا لينا فوت، اعملوا لينا فوت، اعملوا لينا فوت. وفي الاخر كتبوا لنا واتصلوا علينا قالوا تعالوا يوم كذا وكذا الكافيه هنا في فيينا، كافيه كبير جدا. قلنا ماشي طبعا عادي، وقلنا اوكي يعني هيجيبونا عند كافيه وهيقولونا اوكي انتوا خسرتوا واحنا اسفين ومش عارف ايه، هيعزمونا على كافيه ونمشي بعد كده. انا فكرت كده، جينا قالوا لنا البسوا يعني البسوا حلو، قلنا ماشي. لبسنا ورحنا على الكافيه وقعدنا هناك استنينا عليهم، وبعد كده هم جموا وقالوا لنا اوكي اول حاجه الشيف بتاع الجورنون في النمسا قعد معانا اتكلم معانا شويه. بعد كده بعد لما اتكلم معانا التلفزيون النمساوي دخل على الاوضه اللي احنا كنا قاعدين فيها وقالوا لنا زي في الفيديو دلوقتي ده، وقالوا لنا اوكي لازم نقول لكم حاجه، انتوا فزتوا شخص العام 2020. احنا طبعا مش عارفين نمسك نفسنا، قلنا احنا فزنا مش ما انا ما صدقتش في الاول، يعني شفت الناس كتيره وشفت قلت ايه ده، انا فزت ازاي ضد دكاتره، يعني كان دكاتره ضدي وانا فزت. قلت اوكي اوكي الاول اتكلمنا معاهم والتلفزيون يعني عملنا انترفيو معاهم صغير، وبعد كده قالوا لنا اوكي دلوقتي لازم تقولوا الحكايه كلها دي تاني، وودونا عند رئيس يعني ودونا عند مكان احنا ما عرفناش اللي هنروح عند رئيس الوزراء. بعد كده احنا ودخلنا عند رئيس الوزراء قال لنا السلام عليكم وكده، واتكلمنا معاه كتير اول حاجه على المبادره اللي عملناها، بعد حاجه على اللي احنا كنا يعني في الاول المبادره كنا هنفكر ناخد هناخد كاس يعني درع زي كده، احنا طبعا لا ما فكرناش في كده. وبعد كده اتكلمت مع رئيس الوزراء برضو كتير على مصر، يعني هو كان عارف ان انا من اصل مصر، نمساوي من اصل مصر، وقال لي اوكي ميسرة انت نمساوي من اصل مصر، فين مصر؟ بقول له مصر تحت عشان انا مش عارف هيعرف سوهاج يعني سعيد. قلت له اوكي في سوهاج، قال لي جنب اسوان، قلت له اه جنب اسوان. بعد كده اتكلمنا كتير على كده، هو قال اه انا بحب مصر باجي مصر كتير. ميسرة قال لي برضه جميل جميل جدا، ولكن خليني اسالك انه اليوم انت فزت بهذه الجائزه مع اصدقائك، بكره هتعملوا ايه؟ خلاص فزتوا هي يعني وانتهت كده، ولا حابين تستمروا وتكملوا في تقديم العون لكبار السن؟ طبعا احنا واخدناها اول حاجه ما عرفناش هنعمل ايه بكره، هنعمل ايه بعده. بس طبعا المبادره بتاعتنا في عمرها ما قفلت، هي كانت بس لما الامور هديت هنا في فيينا حطيناها على ستاند باي اللي يعني لسه شغاله، بس مش زي في الاول عشان زي في الاول كانت شغاله قويه جدا. بس احنا قلنا يعني اللي هنسيبها طول الوقت بس لما ناس محتاجه مساعدنا، يعني برضو لما اللوك داون خلص هنا في فيينا هنساعدهم. يعني المبادره لغايه دلوقتي شغاله، بعد يعني بعد لما خدت الدرع يعني انا ما فكرتش اللي اوكي دلوقتي خلصت، لا طبعا انا المبادره عجبتني خالص، يعني اللي انا تعبت فيها صح، بس برضو شفت ناس كتيره جدا واتكلمت مع ناس كتيره جدا اللي من غير المبادره ما كنتش هتكلم معاهم. طبعا الناس دي عرفتهم وبقيوا صحابي، دي عرفت ناس كتيره جديده، عشان كده انا بفكر برضو اللي عامل مبادرات غير كده
عشان انا يعني بحب اعمل زي كده. يعني ناويين توسعوا اكتر في مدن تانية في النمسا؟ نعم، ناويين توسعوا اكتر وتروحوا مدن تانية غير فيينا؟ بالضبط، ممكن نوسع الموضوع شوية، مش فيينا، نوسعه على النمسا كلها، مش عارف. انت لسه يعني الفرحه الله الله يديمها عليك، لسه مبسوط وفرحان بهذه الجائزه، ولكن ايضا انا بدي اني اسالك انه زمايلك اللي كانوا معاك في المبادره تلقوا هذا الخبر ازاي؟ انت معاهم عملتوا ايه لما رجعتوا البيت؟ لما رجعنا البيت اول حاجه رحنا تاني من رئيس الوزراء على الكافيه اللي كنا قاعدين فيه، وكلنا الليله كلها، كلنا شربنا وضحكنا مع بعض. وبعد كده طبعا رحنا بابا وماما البيت وعملنا تاني بارتي صغيره كده، يعني اللي فزنا وكده، يعني حاجه كبيره جدا. وبالنسبه لي انا الدرع مش فزت لوحدي، الدرع ده بالنسبه لي للعيله كلها بتاعتي، عشان هم ساعدوني في الوقت ده الصعب. بعد كده لكل الناس العرب، لكل الناس المصريين اللي برضو في الوقت ده ساعدوني برضو، بهدي يعني ليكوا انتوا، عشان انتوا برضو في البرنامج خليتوا يعني جبتوني في ابريل، يعني في اول الموضوع. صحيح، بهدي برضو لكل الناس اللي ساعدت في الوقت الصعب. هنجيبك ان شاء الله مره ثانيه لما تكون رئيس الوزراء النمساوي. شكرا جزيلا. كل التوفيق ميسرة محمود الحائز على لقب شخصية العام، يعطيك العافية.